السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة ماما وطوطة يخيضوا يدبونا مقرمشات ويشطبونا وحرام تشفوا كده، متعودين نديب طول الخميس، وهنشوف بقى هما دايبين لنا ايه. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتتوا في القناة وتفعلوا الضرر، ويلا بينا نبدأ. بقى ماما سابت لي احمد، واحمد جنني بقى عشان هو شقي صح؟ وماما اتصلت بقى عليا وقالت لي انا جاي في الطريق، فتعالوا بقى نقعد نستنيها لما تيجي هنصور لك. يلا ماما بقى وتتجم صور فيديو. روتين يوم الخميس. طيب يا ماما بصوا يا جماعه، احنا بتعرضوا كل خميس يعني قبل رمضان في الايام العاديه ان احنا بنجيب لب يا جماعه، ماما جايبالنا لبن استنى وحاجات كده. والنهارده صممو، عماله اقول لهم الجو حر وبلاش لب وبلاش حاجات من دي، وصمموا برده يا جماعه احنا صيفنا، فهم حرين بقى، هيفضلوا طول النهار مطلعين لسانهم من العطش عشان هياكلوا لب، وبيفضلوا سهرانين يوم الخميس ده بالذات، بيفضلوا سهرانين وياكلوا لكم حاجات حد او كده، فهم حرين. رمضان مش رمضان لازم نسهر يوم الخميس. بصي 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 جبتي ايه تبو؟ صبر عليك مش لا ما تحطيش بتاعي في الطبق. ايه؟ عشان مش شكله دلوقتي اصلا. شويه تعرفين الساعه كام؟ الساعه 12. ايوه، ما احنا نسحر امتى؟ احنا كده هننتج. هو الحلويات طبعا حلويات يعني عطش يعني ايه سوي الحلويات؟ فقال لي البوتاجاز اللي معاه عندي ده الحرام كنا مين؟ ده بتاع توت، هي بتطلب حرامكش عارف شرق اسبين اللي هو ده هو باين اصلا ماشي. ودي جنه جاي عايزه حرامكش بس انا قلت لكم شكله دلوقتي. وريني استنى بس وشوف عايز يا جماعه بتاع توت اهو حرامكش عارف. لا ده بتاع توت كتير في طبق لونه اخضر. مش لازم اخضر يا احمد، فين انا بحب اللون الاخضر يا لسه هنبدل مش مشكله، خليها المره دي احمر ماشي احمر. بصوا يا جماعه كنت عاملين بقى الكراسي بتاعنا الجامد ده، هنقدمه برده. كنت عامله صينيتين، عامله الاثنين دول من لفه واحده. هحط لكم برده الطريقه، هحط لكم ايه، انا مصوره الطريقه وانا بعمله، فانا هقدم لكم الطريقه برده. طريقته سهله وبسيطه هقدمها لكم ماشي. بشكر كل متابعين مش متابعين بقى، حطوا لي لايك. ها تمام، 30 جاي محموش ليه بس؟ يلا حطهم بقى هنا. ماشي، حطوا
ايدك يا توت، عادي اغسلي ايدك يا توت. بس يا احمد، بس يا احمد انا هتحضر معاكم. يلا عملت لنا الطبق ده، اول طبق ده، تعالي نحط ده جنبه هيبقى شكله حلو. استنى هعمل لك شكله. بص وراه، بص من هنا، بص بتاعه. يلا ما نشوف هتعملي لي شكل ايه. توتا بتقول هتعملي شكل حلو. يلا ما تعمليش يا ستي بالمعلقه، اعملي باي حاجه، اعملي بايدك. مالها ايه وحشه ايدك؟ لا. ما نشوف هيطلع في الاخر حلو ولا وحش. طبعا انا عاملاه الجلاش اهو، شايفين الجمال والحلاوه يا ولاد؟ شايفين؟ تعالوا بقى عشان نعمله مع بعض اوريكم. بصوا يا جماعه احنا عملنا نكهات مختلفه زي ما انا قلت لكم. هعرض لكم يعني الفيديو اللي انا عملته. دوقي يا جدنا وقولي ايه رايك، قولي رايكم بصراحه. والله العظيم طعم حلو يا احمد، انا لسه باكل منه دلوقتي، طعمه جامد مقرمش وجميل. طعمه حلو. يلا بقى نبدا سهرتنا. بس انا ما بحبش الحاجه المسكره. بس طعمه حلو صح ولا لا؟ حلو. طعمه حلو يا احمد. بصوا يا جماعه، بالرغم من ان احنا ظبطنا الدنيا هنا كده زي ما انتم شايفين، وعملنا حاجات كده عشان رمضان وظبطنا المظابيط كده زي ما انتم شايفين، بالرغم من كده بقى ان احنا مش قاعدين هنا، يعني المفروض ما كانت الشاشه هنا، بس احنا شايلينها ومدخلينها جوه، لان الصاله بجد الصاله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، يعني الريسبشن كبير، فبيبقى تلج، بتبقى تلج تلج في الصيف. اه بيبقى تلج مش ساقعه. بيجيبوه ساقعة من هنا. حتى لو قفلنا البلكونات كلها وقفلنا الدنيا برضو بيكون الجو برد. فاحنا ايه سايبين البيت ده كله كله وقاعدين فين بقى؟ قاعدين في حجرة ال حجرة ايه؟ احنا بنسميها حجرة ايه؟ حجرة التلفزيون المبهدلة. هي مش مبهدلة، احنا قاعدين فين؟ الأوضة اللي جوه خالص دي احنا أصلا ما كناش بنستخدمها، فاحنا في الشتاء ظبطناها، كنا بنحط فيها حاجاتنا القديمه، يعني اي حاجه قديمه كده نروح جايين حاطينها في جوه. فاحنا بقى ظبطناها ورحنا جايين مدخلين الشاشه في الشتاء عشان بتبقى دفى، يعني بتبقى ادفى من برد. اه وحاطين فيها سرير وحاجات كده ومظبطين الدنيا. فاحنا هنوريها لكم دلوقتي، واحنا ما نقلناش الشاشه لسه، هننقلها بكره، بكره الجمعه فاحنا فاضيين، فننقلها بكره بقى ان شاء الله. ليه؟ هنقول لكم بعد. يلا ايوه كده شاطرين، كل واحد يجيب حاجه. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم حسابين كله قاعدين هنا. يلا حطوا بقى الحاجات كده. انت يا جماعه انت يلا هتقطوا العصير، في عصير جوه، هاتوا قطعه عصير يا احمد. ايه ما طفينا الانوار كلها بتاعت البيت. دي اوضتي. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.